بهدف تعريف خريج الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بجامعة الكويت بالتخصصات المختلفة وشروط التسجيل والقبول، أطلقت جامعة الكويت حملة القبول الإرشادية تحت شعار اختيارك يبني وطنا. هذه الفرصة هي تثقيفية توعوية، أهم رقم إحنا نحتاج أن نعرفه أن كل خريج للثانوية العامة نسبته في العلمي 70 فأكثر أو 78 للأدبي فأكثر قادر للتقدم لجامعة الكويت. طبعا احنا راح يتم تسكين او توزيع الطلب على الكليات بحسب الشواغر وبحسب الافضليه حسب النسبه والمعدل المكافئ المقترن بمعدل القدرات. مسؤولو الجامعه خلال هذه الحمله بينوا ان التخصصات الطبيه بشكل عام وكليه التربيه ابرز التوجهات التي تشهد تنافسا كبيرا في التسجيل من قبل الطلبه. الرغبات مختلفة، هناك يعني رغبة شديدة وقوية على التخصصات الطبية بشكل عام، كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة عليهم رغبات يعني هائلة، ولأن في محدودية في المقاعد فالتنافس على أشدة في هذه الكليات. كذلك في عندي كلية التربية عليها رغبة عالية سواء تخصص علمي أو أدبي. حملة جامعة الكويت الإرشادية تأتي استكمالا لحملات سابقة أقامتها إدارة القبول والتسجيل لتوعية طلاب الثانوية العامة بأفضل التخصصات المستقبلية والمجالات الأخرى التي تشهد طلبا مستمرا من قبل سوق العمل. لتلفزيون المجلس عبد الله العنزي.